الجيش النبي دير الزور صامد بإذن الله وعند معنوياته قوية كتير، ولا داعش ولا غيره، ولو دام الحصار أكتر من هيك بكتير ما رح يقدروا لنا بإذن الله. الله معانا، مين علينا؟ إذا الله معنا ما حدا علينا، والنصر قريب بإذن الله، راجعين بإذن الله بعد ما نتعالج ونتعافى، محل ما تصاوبنا راجعين نقاوم. هؤلاء الأبطال الذين منذ 3 سنوات واقفون كالسد المنيع بوجه داعش، اليوم يستهدفهم الطيران الأمريكي لأن يفتح ثغرة ليدخلوا إلى مطار دير الزور، لكن فشروا. إصابات متنوعة، قسم منها بليغة، قسم منها هناك إصابات في الأطراف، في الصدر، في البطن. المعنويات عائلية والنصر قادم. لو فيني هلا برجع لعندي، بس إصابة ما فيني أتحرك، ويا رب فورا أشفى وأرجع لعندي.